السلام عليكم مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجنا، برنامج إصداء الشارع بقضاء بيجي، وهذا هو سوق بيجي مثل ما تشوفون. المفروض يكون أكو تعاون بين أصحاب المحلات والبلدية. بدنا نشوف هسه هنا اليوم هذا السوق والأوساخ اللي موجودة، وبعض من الخضر والفواكه مشمورة بالقاع. فالمفروض أنا ما أذب اللوم كله على البلدية، لا، أذب اللوم على المواطن. خلي يكون تعاون بين الاثنين. لكن اكو مشكله انه مثل ما سمعتها قبل شويه قبل لا ابدي من الشباب، انه يقولون يجون البلديه ياخذون من عندنا الكراكه والفرج حتى ينظفون. زين البلديه شنو، انتم ما عندكم ميزانيه بهذا الموضوع حتى تنظفون؟ هي بيجي ما شاء الله كلها منكوبه. بيجي كلها منكوبه. السلام عليكم اخوي. عليكم شلونك؟ حياك الله يرضى عليك. تشتغل؟ والله اني فيتر مال المولدات. زين شلون نشوف انت اليوم هذا السوق، سوق بيجي هذا؟ انت دحش شوف النفايات شلون، لا خدمات، لا شوف دحش، حتى بالدراجه ما نقدر نفوت. من المسؤول عن هذا الموضوع؟ الحكومه. الحكومه والمواطن. والمواطن له دور في هذا الموضوع لو لا؟ شيء اكيد. يعني اليوم نذب احنا بس على البلديه؟ ايه بالتاكيد. بالتاكيد. ها شوف انت شلون من اول ما طلع من راس السوق الى بنهايه السوق. زين. شوف زين والوصف شلون. وهاي المخضر والفواكه تنشمر هنا؟ ايش من يزرعها؟ طبعا جماعه المحلات. زين. جماعه المحلات ذبونها. بيجي شلونها؟ بيجي حلوه يعني انا اقول لك. خدماتها؟ خدماتها مو حيل يعني قويه. زين. مو حيل يعني ايش قد تعطيها نسبه خدمات؟ والله ما اقدر اقول لك، يعني اقول لك 80%. 80% خدمات بيجي؟ اي 80%. ما شاء الله. هذا 80% خدمات بيجي شي زينه. لا عشان نعيم لعد مضبوط. لا والله عمي ما اقول لك نظام دعجاي، هاي عن جد براس الفرح. شوف انت تناقض نفسك. ايه؟ انت تقول خدمات بيجي 80% زينه. ايه؟ وهسه تقول لا والله خدمات. احكي لك، اتكلم لك على المجاري. المجاري مو زينه. ايه المجاري. كل بيجي. كل بيجي. وين خدمات؟ يعني مثل الخدمات زينه، مثل ما اقول لك الشوارع هاي تبلطت، هاي اشوى صارت يعني. كم شارع تبلطت هنا؟ يعني تقريبا اقول لك بحي العصري. ايه. فوق يعني تقريبا 4 شوارع الى 3 شوارع هاي اللي والباقي تبلط ولا لا؟ لا لا بعد ما تبلط كلها طيانه والله. هاي 87%. هاي 80%. 80% زينه. هاي 80%. احنا نقول الحمد لله. نقول الحمد لله وحياكم الله. شلونك حبيبي؟ شو اخبارك؟ شنو الموضوع انه قلت تجون البلديه هنا ياخذون كراكه؟ والله عن بلديه كراكه ما عندهم، يجون ياخذون من المحلات، فرش ما عندهم ياخذون من المحلات. هذا يجون بس الصبح يروحون، ما يجون الى ثاني يوم الصبح، فتصير خيسه. مجاري ماكو، كل ما تمطر تمطر يفيض السوق، عاد المحلات يطلعون على الشارع. زين. مجاري ماكو، كل شيء ماكو. هذا ايجار 350، عندك تدفع عموله ما ادري شنو، كل شيء ماكو. لا بلديه لا شيء، حتى البلديه تجي كرك ما عندها. كل شيء ياخذون عمي. زين تعال تعال، انت تشتغل هنا؟ انا شغل بالسوق. تشتغل بسوق؟ حمال. ايه؟ من اللي ياخذ 25000؟ هاي بلديه تفتاغ، لو تعزل محلك لو تنطي 25000 مال تنظيف. مال تنظيف؟ ايه. اللي هم ينظفوه؟ ايه، ينظفون، تدفع راتب لازم 25 بالشهر. وينظفوه زين؟ ايه، لا والله تنظيف هيك هيك، ها تنظيفهم، ها تنظيفهم. ويجون كل جمعه لو يفكرون لا يجون ينظفون. زين. العالم شو تسوي؟ العالم تقوم تعزل محلاتها على ما تنطي 25. خوش. نص السوق لازم يعزل. لو تعزل محلك لو تنطي 25. لو تعزل لو تنطي 25. ايه لو تنطي 25. وهاي كلش قد يجون؟ كل شهر يجون. كل شهر؟ كل شهر. واصلا السوق هو من ينظفه؟ والله بس الصبح. بس الصبح. الصبح وش كان من فوق؟ كلاوات، صندوق، لا كرك، ما لا فرشه، لا عنده كل شيء ما عنده. شنو البلديه؟ لا عنده لا فرشه لا كرك لا شيء، بس يجون. هذا كرك من هذا، ما سحب منها فرشه من هذا كمره وراحوا. كل شيء ماكو. هذا عندك ابو المحل البقال من لا عنده لا حاول لا شيء، غير مجبور يذب الوسخينه. وين يذبه؟ مجبور يذبه هنا؟ اي وين يذبه؟ ماكو حاويات هناك. ماكو، وينك حاويات؟ وكرك ما عنده تجيب حاويه؟ والله. كارثه اللي قاعد نشوفها اليوم. ابو بلديه، اذا ابو بلديه هو يطلب الكرك وهو يطلب الماسحه حتى ينظف المكان اللي موجود. زين اليوم البقاقل هنا يعني هم خلي يكون اكو تعاون. انتو ما تذب المخضر مالتك، حاويات تجيب شيء، بس انتو ما تذبون المخضر مالكم بالقاع. وين نحطه؟ تحطه بالمحلات والمسواق الزين؟ مجبور انت تحطه هنا. مجبور تذب نعمه الله بالقاع. مجبور احنا نحطه نجمعها بكراتين نذبه هنا. كراتين تعال تعال تعال. زين انت قلت لي بس الكراتين يعني الوسخ يعني
الغاز الصناديق يعني شيل حاجه مضروبه اي يا استاذ يعني يذبون الصناديق مكسره الوصاخ هيك يذبونها يعني خمد بالطماطه بالجهه خمد بالطماطه بالوصاخ لا او خمد اذا بنعمه الله بالوصاخ لا بس يذبون الوصاخ زايد يعني هسه ماكو نعمه الله مضروبه هنا بلا ولا بكو كله ماكو حق في شيء قليل ما يعني اكو ياكو وبعد الله شو يسوي بينا نعمه الله قبل ندوس عليه صدق يعني لو ما نذبها بس على البلديه لا اخ مو على البلديه خالي انا ما اخ على البلديه اي يعني يجيبون حاويات يجيبون شيء يعني الوصف وين ذبح هاي حقكم اي حاويات يعني يعني عندنا نقص حاويات يعني حاويات يعني غير المفروض كل ما الحاويه فضايل الوصاخ صح ولا لا؟ فضايل الوصاخ شيء يعني قش اذا بكم هنا ثلاث حاويات الى اربع كبار اي تكفيكم كلش كافي زين شنو مشاكلكم هنا بالسوق انتو؟ والله ماكو شنو المشاكل عندكم بالسوق هنا؟ مشاكل الاذى المجاري هاي السوق لو بيجي كلها والله انا راح اتك على السوق اي على السوق السوق تمطر مطره قويه السوق يفيض خوش اي المسواق يدمر هاي كل اسالها لما تمطر مطره قويه السوق يفيض والله تعزلون ايش كيف ما جبوا تعزل يعني ايش تسوي؟ خام المواطن كبله مو يفوت على السوق ايش يسوي؟ وممنون خير ان شاء الله شكرا لك شكرا لك طبعا مشاهدينا الكرام مثل ما نشوف هسه احنا هنا اليوم بهذا هو سوق بيجي وانه اليوم الناس قاعده تناشد البلديه بموضوع المجاري، المجاري ما عندهم متبهذلين بهذا الموضوع لكن هي كلها قضاء بيجي منكوبه منتهيه ماكو اي اعمار ماكو اي تنظيف تمشي وياي وين تروح؟ ها؟ وين تروح؟ نفتر وياك تفتر شو تسوي؟ شو عندك؟ شو عندك تحكي؟ ما عندي كل شيء احكي ما عندي كل شيء احكي شو تشتغل؟ حمال حمال؟ وين حمال هنا بالسوق؟ ايه بالسوق ايش قد يوميتك؟ 10 15 5 مو سوى وانت طالب مدرسه ولا عفت المدرسه؟ اخذت شهاده سادس وبطلت ليش بطلت؟ شو اسوي؟ ليش؟ خلينا نعيش سبب المعيشه عيشه ابوك شو اشتغل ابوك عايش ميت؟ لا لا عايش شو اشتغل ابوك؟ ما اشتغل شي قاعد هم قاعد كم اخذته؟ 13 ويا الواحد جديد هسه 14 ايش قد؟ 13 ويا الجديد هسه 14 14 عندك؟ ما شاء الله الله يحفظكم يا يحفظ الجميع الله يحفظكم أولا كل اخوان الله يحفظكم شايف هذا الجميع هنا مثل ما نشوف مشاهدينا الكرام انه هذا السوق احنا لو نشوف جو هناك احسن شلونك اخوي شلونك مو زين شكرا لك طبعا بعدنا مستمرين وياكم مشاهدينا الكرام مثل ما نشوف هاك هذا السوق يقولون احنا ما نذب شويه حبيبي احنا ما نذب نعمة الله بالقاع لكن انا اليوم ما اذب اللوم فقط على البلديه لا اليوم انا اذب اللوم حتى على المواطن اللي قاعد يذب غراضه والمسواق كله مشاء السلام عليكم شلون صح اكو مجان طب منكم لو ماكو مننا يعني اللي دي اللحظه هي هاي معاناتهم انه الموضوع انه المجاري مشكلتهم هي المجاري في قضاء بيجي والخدمات الموجوده شلونك حجينا طيب ايدك شلونك يا الله شو اخبارك الحمد لله شلون قضاء بيجي؟ والله هاي قضاء بيجي هاي شوفت عينك شوفت عينك هاي تعلمي 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 ليش احمد ليش ما تحكي انت؟ انت مو انت بقال مو هنا؟ نعم بقال انا والله استاذ عزاني نظف هاي جد شوف عينك النظافه نظف هنا بس بلدي اليوم ما جتي اليوم جمعه اليوم ارجع لي شويه لورا ارجع لي حج لي ورا ارجع لي شويه حج لي ورا اي زين نعم اليوم بلديه ما جت العفو اليوم جمعه بلديه ما جت وهاي شوفت عينك السوق هاي الحاله دائما هيك دائما دائما يعني هيك لا دائما هيك الجمعه كل جمعه يعني ما يجون بس سبت راح حد ثاني انتم مشكلتكم هسه موضوع هنا حاويات ماكو حاويات ماكو نعم استاذ والمجاري مجاري يعني على القطاس مرات يفيض السوق مرات اذا تمطر الدنيا يفيض السوق ايه على القطاس بس تطلع في كهرباء يفيض السوق هاي الله يكون بعونكم الله يسلمك استاذ الله يكون بعونكم طبعا مشاهدينا الكرام احنا مثل ما نشوف هي هاي قضايا الناس بقضاء بيجي ومشاكلهم لكن المشكله الاكبر انه هذول كلهم تشوفوهم عاف دراسته يقول لك والله العيشه انا اطلع اشتغل حمال هنا أنا. عاف مستقبله شلونك اخوي هذا حج احمد شلونك انت الحمد لله شو اخبارك شلون صحتك تشتغل انت هنا
الله يجزاك هنا بالمحل هذا. ايش في على قضاء بيجي؟ ايش في قضاء بيجي زين؟ زينه؟ اي زينه ما بيش. خدماتها؟ والله خدماتها طبيعيه زينه. زينه خدماتها؟ شو فيها مو زينه؟ بلديه بس بالجمعه ما تجي. بس تعال دقيقه بيجي زينه. ها؟ قلت شو فيها؟ بيجي زينه. ايه خدماتها زينه. ايه هسه كل خدماتها زينه؟ هذا رايك بعد؟ والله احنا بنسوق هاي ما مقصدين، البلدية بس بالجمعة ما تجي. احكي لي بيجي كلها خدماتها. والله كلها ما طلعين احنا بالسوق 24 ساعة هنا. ما تطلع من خارج السوق؟ لا ما نطلع من خارج السوق. ما تشوف الشارع؟ والله زينة. والله زينة، هذا تبليط جاي يبلطون وجاي يشتغلون اعمار بيها السعر بيجي. هاي مشاريع. موضوع الكهرباء، الشوارع. مشاهدينا الكرام احنا بعدنا مستمرين وياكم برنامجنا برنامج اصداء الشارع، لكن بعد هذا الفاصل. مشاهدين الكرام رجعنا لكم بعد هذا الفاصل، مثل ما نشوف ان اليوم احنا بقضاء بيجي. هذا القضاء قد تشوفون انه شوارع ماكو، خدمات ماكو، اكو البعض يقول اكو خدمات لكن انا ما اشوف اي خدمات، اي خدمات ماكو. هسه احنا جينا من الشارع وهذا الشارع قد تشوفه خدمات صفر، الخدمات اللي موجوده صفر. ويعانون من هذا الموضوع مشاكل هوايه موجوده بقضاء بيجي، لكن نتمنى انه اكو دور للحكومه بهذا الموضوع، يكون اكو دور للمحافظه، يكون اكو دور لقائم مقام بقضاء بيجي. ليش منكوبه هاي المنطقه؟ ليش مشاكلها هيجي؟ ليش الناس قاعده تعاني من موضوع قضاء بيجي؟ فالمفروض المفروض يعني احنا نقول صار لكم كم سنه؟ كم سنه ما عمرتوا هاي المنطقه؟ زين شوارع مجرد خليتوا المقرنص بيها ورحتوا صار سنتين الى ثلاثه ما عمرتوا ما اشتغلتوا افرع. زين السوق هنا يقول لك اذا مطرت الدنيا راح يفيض السوق ينتهي السوق. شلونك حبيبي؟ شو اخبارك؟ شلون صحتك؟ الله محييك. شو اخبارك؟ تبين بيجي؟ نعم. شلون بيجي؟ والله هاي مثل ما شوف خراب، ها صار لنا 3 سنين إلى 4 سنين احنا ما كل شيء، هاي حي العصر كلها طين، تمطر الدنيا بيوتنا طين، ما نقدر نطلع على الشغل. والله شغل ما نقدر نطلع عليه من وراء المطر، تمطر الدنيا نحبس بالبيوت، يروح المطر القاع ما تنشف يومين ثلاثه، وهاي تبليط ماكو، جينا وجينا وماكو كل شيء، كلها كذب بكذب، ما شايفين كل شيء. ما حد يشتغلها، ما حد جا يشتغل ولا حد كل شيء، هاي مجار قدامك بالشارع كلها محفوره، شوارع محفوره، ما نقدر حتى نمشي. انا بيت حي العصر هسه اذا تمطر الدنيا ما اقدر اطلع من عنده. كله طين، حي العصري. حي العصري اللي هو جوا. اي جوا، قسم تبلط قسم لا. ليش القسم تبلط وقسم لا؟ ما اعرف. هذا ظلت يومهم بعد. الله يكون بعونكم. يعني انتم مشكلتكم انه بس الخدمات صفر. بس الخدمات صفر. المجاري. المجاري والله مجاري زينه، بس الخدمات من ناحيه تبليط ما تبليط، ماكو كهرباء شويه هم تعبانه، عايشين على هالمولدات والكهرباء مال المولدات، ماكو كل شيء. كل شيء ماكو. كل شيء ماكو، اي خدمات ماكو. الله يكون بعونكم. أيوه. الله يكون بعونكم. شكرا لك، شكرا لك، شكرا لك. السلام عليكم. شلونك حجينا؟ شلون صحتك؟ زين مرتاح. شو اخبارك؟ الله يعزك رحم الله والديك. ان شاء الله. تعال حجينا شلونك؟ بالموصل. مين؟ الموصل. موصل؟ انا شغل يعني انا؟ ايه؟ احنا جايين من الموصل. يعني ست من الموصل؟ جاي من الموصل. يعني سكن الموصل؟ لا. ها حجي بس فهمت، بس دقيقة. أنت من سكن الموصل لو شنو؟ لا لا مو سكن الموصل، سكن الكوت. ها من الكوت؟ ايه. شلون هالكوت حياك الله؟ والله زينة إن شاء الله. خدماتها؟ إن شاء الله زينة. زين، شلون أشوف أنت قضاء بيجي الخدمات؟ والله لحد الآن زين. شنو اللي شفته زين؟ أردت تقول لي شنو الإنجاز اللي شفته؟ بناء. بناء بيجي؟ إيه وشوارع. إيه. بناء وين البناء؟ هناك. هناك وين البناء؟ شو شفت هناك؟ والله إحنا قبل من جينا نطلع منها ماكو بناء، هسا أكو بناء هواي. زين. والخدمات والطرق. خدمات الشارع هذا إحنا ناخذه طريقنا، شارع ما بيش. زين والأفرع؟ الأفرع ما طابله. ما طابله. إيه. شكرا لك. هلا عمي مرحبا. شلونك حبيبي؟ شو اخبارك؟ حياك الله. زين؟ الحمد لله. مرتاح؟ الحمد لله. تشتغل انت قلت لي هنا؟ مضبوط. ايش تشتغل؟ هنا اشتغل بالكافتريا على الدجاج. انت على الدجاج؟ نعم. ومن يوم منطقته؟ انا منها من بيجي. من بيجي؟ يا حي بيجي. حي العسكري الثاني. شلون حي العسكري الثاني خدماتها؟ والله حاليا دا يشتغلون بها هسه بالجديد. صار ايش قبل دي يشتغلون بها؟ احنا هي البيجي عامة صار لها 4 سنين 5 سنين.
صار 5 سنين ايه تشتغلون بها، بس الحين ما انا لا جديد قام يشتغلون بي. زين ايه صار 5 سنين يشتغلون ولا ما يشتغلون؟ والله يشتغل له شهر شال معداتهم وشهر هاي اول ايش ما انطوني فلوس. المشكله الفلوس. دوله ما عاد فلوس ما ادري غير المقاول يقول. المقاول يقول؟ ايه بلط له 200 300 متر وشال لنا مشها ما حد يعطيني فلوس. ما حد يعطيك فلوس. شلونك حبيبي؟ شو اخبارك؟ من وين انت؟ من بيجي حبيبي. شلونها بيجي؟ والله شوفت عينك. احكي لي انت انت من بيجي يعني وسولف لي. شوف الشوارع يعني يجون يحفرون يحفرون وقت اللي تحفر ماكو مثلهم. وقت التبليط ماكو. بلط او شوف الشغل هسه هذا غلط هذا توهمنا به هذا ما اعرف شنو. راح مشى. خوش. ايه اجى هدم هناك راح عاف ومشى، حفر هناك راح عاف ومشى، اصعد فوق وشوف. لهنا طين. لهنا. وين فوق وين؟ اصعد بهاي الدرابين، الدرابين الصعده وفوق الايقاد وشوف. زين. طب هنا جوا اتحداك تقدر تمشي لا بسياره ولا مشي. من الحفريات والطين. حفر حفر يعني يجي يحفر ويكمل ويمشي. يجي يحفر اللي عنده واسطه واللي عنده شيء تبلط الشارع اللي قدامه، ما عنده شيء الا والله. اللي عنده واسطه يمن؟ يعني هاي. هاي شوفت عينيهم الحكومه. اللي عنده واسطات واللي عنده مثلا انت تابع لفلان او تابع لفلان او تابع لفلان زين المحافظ القائم والله المحافظ ده يجي ويشوف القائم مقام ده يجي ويشوف شو يقول من يشوف يعني هاي مرات اللي الشغل يعفون عن النص مرات الحفريات يعفوها عن النص واشوف وانت شوفت عاد ما صار لك كم سنه هاي الوضعيه هاي هذا هسه بادي الاعمار يعني تقريبا بس شنو انا اقول لك بطيء في شكل بادي يعني يعني بادي لين فترة انتخابات فترة رحم الله والديك يشتغلون هنا شوية بس هيك يعني حفر او ما اعرف شنو او تعديل عافوا ومشى راح سحب علي هسه قبل كم يوم هذا الشارع دي يبلطون بي عافوا عن النص هاك شوف شوفت عن النص سحبت الاليات وراح يعني هاي شوفت يعني والحمد لله وشكر الله يحفظك ان شاء الله بعد شلونك حبيبي؟ اهلا السلام شو اخبارك؟ حياك الله اهلا وسهلا تشتغل انت من وين؟ والله انا عامل كاسب اي ايوه من منطقة بيجي من هنا من الغضاء بيجي شلونها بيجي؟ والله بيجي حاليا احنا نشكي بس من الشوارع من ال انا منطقتنا تل الزعتر لا بيها مجاري لا شيء يعني نعاني منها حيل من المنطقة يعني نهائيا ماكو ماكو نهائيا نهائيا يعني ماكو فرد نوب مجاري خوش ايه ونعاني والله من هالهاي الاسباب واريد هم يعني احنا نريد حقوقنا يعني هم رواتبنا والله ما طلعت مره هاي هاي صار لنا 4 سنين احنا عندك الماستر كارد مال الرعايه؟ لا والله بعد قدمت على الرعايه صار لك 4 سنين لحد الان والله قاعد نعاني من ورهم من ورا هذا الشيء. يعني سجلوا ويانا ما شاء الله طلعوا احنا بعد يعني وجبات يقولون على وجبات الباقي بس الوجبات الباقي وجبات صار لك 4 سنين والله يقولون على 7 على 8 على 9 ما تعرف عاد انت انت وحظك وعلى هالرنه وعلى هالرنه وهذه والله كريم. ايه عم جاك الباحث هاي؟ والله الباحث خابرني اتصل علي بس اتصال لا جاني ولا شيء. ايش قال لك اتصل عليك؟ قال لي انتظر وخذ معلومات من عندي ومن ذاك الوقت ولحد هذه الساعة. ماكو اي شيء حد الان. وعمال والله هل احنا نريد همشي الشوارع يعني داخل المنطقة. مجاري نريد يعني انت تقول المجاري والشوارع داخل الافرع منتهي؟ اي منتهي فرد نوب هسه اذا تروح تشوف يعني تشوف الشوارع يعني فرد نوب. من تمطر الدنيا والله ما تقدر تعبر تشكل للركبه وتمشي هاي الله يكون بعونك اي نعم الله يكون بعونك الله يصبركم ان شاء الله. السلام عليكم حجي. شلونك؟ شو الاخبار؟ الحمد لله. انت من بيجي حجي؟ انا لا والله بس افتري من الموصل. انت من الموصل؟ ايه. تعال هالموصل حياك الله. شلون هالموصل؟ والله ما شاء الله زين الموصل. الاعمار شلون بالموصل؟ والله ما يعني زينه زين يعني. وضعيه الموصل صارت زينه؟ اي وضعيه الموصل ما شاء الله زين. خدماتها حيل زينه والله ما بش. زين ايش عندك اليوم بيجي؟ والله طالع الحديثه. طالع الحديثه ايوه. هسه جيتوا تتغدون وتروحون؟ اي زين شلون شفت هسه بيجي بصراحه خدماته؟ والله زين بيجي زين البيجي ما بش. خدماته تبين انا من زمان ما جاي البيجي. اي صار لي وقت. اي حال اشوفه خدمات جاي يشتغلون. زين الموصل لو بيجي تشوف هسه انت بالخدمات؟ والله ما اقدر اميز لك عاد بين الموصل. هسه شوفت عينك. بس البيجي هسه زين يعني يشتغلون ماكو يعني شغل زين. زين احكي لي على الموصل بالله. والله الموصل زين الموصل اي شيء احكي لك. الخدمات زينه بي شغل بي. الاعمار مستمر بالموصل لحد هسه؟ بي اعمار.
لحد سيدي يشتغلون؟ اي لحد الان. ما يتوقفون؟ لا لا ما يتوقفون، قاعد يشتغلون الشوارع، عماير بي قاعد يشتغلون. زين. عوضوا بيوتكم؟ والله احنا ما عندنا، مو داخل الموصل احنا. احنا قرى خارج الموصل. يعني وين؟ من دعاج يعني. شلون هاي المناطق هناك؟ حيل زينة بعاج. زينة؟ اي نعم. ما تأذيتوا؟ بالوقت تأذينا بالبداية، شلون ما تأذينا؟ اي ايه بس الحمد لله هسه الوضع زين. كل شيء زين هسه. بعاج رجع نفس ما. الأعمار رجع والأعمار أحسن بعد رجع بعاج. أعمار حيل زين بعاج. خير إن شاء الله. زين. طبعا مشاهدينا الكرام هنا يقول احنا مو بالموصل، احنا فوق من الموصل ما تأذينا، يقول شيء بس ما تأذت بيوتنا أو شيء. وضعية الموصل لحد هسه اكو إعمار، اكو بناء، الناس قاعد تشتغل، وضعية زينة. زين. يقول يعني بيجي، يقول اكو لكن مو ابن بيجي، اهالي بيجي هم دي يشكون من بيجي، اهالي بيجي دي يشكون من المنطقه اللي موجود. حجينا السلام عليكم. شلونك حجي؟ شلون صحتك؟ شو اخبارك؟ الله يعافيك. سلمك انا من سامره. حياك الله يا ضيف. شلون هالسامره؟ الحمد لله بخير. وبيجي؟ بيجي والله جاي خطور عليها، ما ادري يعني بشارع العام ما دخلت عليها. شفت بشارع العام؟ ما طبيت جوب الافروع؟ لا لا ما طبيت. ما طبيت الافروع. الله يحفظكم. يسلمك الله يحفظكم ويطول بعمرك ان شاء الله. الله يبارك فيكم ويسلمك. حياك الله. حياك الله. طبعا مشاهدينا الكرام مثل ما نشوف احنا اليوم اللي موجودين اللي دي يحجون ودي يقولون ها. والله شعر بيجي تعبان، شعر بيجي. تعبان بيجي، شعر بيجي تعبانه. يطعق صنعاء بس شو يموت. شلون على كيفك؟ شاد بيجي تعبان، شعر شعر مالها اخي هسه مي ماكو، كهرباء ماكو، ديزل غالي. شنو الغالي؟ ديزل. اي الغاز غالي، وصنعاء يموت بس شو يموت ميت. كله ماكو خدمات، ماكو كله ماكو خدمات، ماكو كله ماكو. صفر صفر، مي ماكو، لا كله ماكو. شاي خربان شوارع. لا عشان يقولون اكو عمار بيجي. عمار ماكو فيها، بيها زينات وبيها زينات. مي ماكو لا ماكو. شكرا لك. شكرا لك. شلونك حبيبي؟ من بيجي؟ من بيجي. شلونها بيجي؟ والله شوفت عينك، لا تعويضات لا. تعويضات على شنو؟ تعويضات مجاري، تعويضات كهرباء ماكو، كهرباء 24 ساعة ماكو. مي بين فترة وفترة. يعني شوفت عينك هذا الشوارع نظام يعني ما تختلف عن بقية. انت وين بيجي قاعد؟ بقرية المزرعة. قرية المزرعة؟ ايه. شلون هناك الخدمات؟ والله شالوا التبليط، قالوا نسويه وما سووه. قبل ايش قد شالوا التبليط؟ التبليط صار لهم قبل الانتخابات. اي. وهسه بعد ما سووه كملوه. ابد ما بلطوا؟ ما بلطوا خلاص. ولا خطوة بدون ابد لا خطوة ولا مجاري ولا اشياء. الخيسة تكرم المجاري والشوارع كلها طين ماكو. زين. اي والله. ماكو لا اعمار لا شيء، هاي الشوارع ياجلون بها كل فتره، يشتغلون شويه يعوفونها، مجاري سيارات طامسه وحل، حتى اللي يجي مثلا من غير مكانات يقول لك بيجي ما ترجع مثل قبل. يقولون بيجي ما ترجع مثل قبل؟ اي يقولون بيجي ما ترجع مثل قبل. مو صح، قبل كانت احلى. هسه ماكو. كانت احلى. اي هسه ماكو، اللي يجي هنا ما يتونس. الله يبارك بك يسلمك حياك الله. الله يحفظك يا حبيبي، الله يحفظك. طبعا مشاهدينا الكرام احنا بعدنا مستمرين وياكم مثل ما نشوف انه هاي بيجي وخدمات بيجي اللي قاعد يحكون بيها الناس. السلام عليكم. شلونك؟ شلونك؟ الله يسلمك. شلون صحتك؟ الحمد لله. من وين انت؟ من نعم من بيجي. من بيجي؟ وين من بيجي؟ هاي التميم. شلون هالخدمات هناك يمكم؟ والله شنو مشاكلكم هنا اللي قاعد تعانون من عندها؟ والله كهرباء ماكو، مي ماكو. كهرباء هاي العراق كله. اي والله مي ماكو، كل اربع ايام يحتاجين ساعة ويقطعون. كل اربع ايام يجيكم ساعة؟ اي والله ويقطعون. زين؟ وهذا يعني كل اربع ايام ساعة؟ لو كل يومية ساعة يجي؟ لا لا كل اربع ايام يجيها ساعة، ساعة ونص ويقطعون. زين وهاي باقي الايام شو تسوون؟ تجيبون تناكر؟ والله تناكر مقضيها. اي؟ اي والله. ها شوف تعال. شنو المشاكل اللي تقاطعون معهم؟ والله هو بس شو اسمه؟ مي كهرباء عاد زفت فرد مره. خير ان شاء الله. يعني انت تقول انتم المي كل اربع ايام ساعه يجيكم؟ ساعه، ساعه ونص وينقطع. وينقطع. اي والله. ورات بدون بالتناكر. اي والله. زين. ولحد هسه ما حد اجى عمر، ما حد اجى اشتغل؟ لا لا ما.
شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. طبعا مشاهدينا الكرام احنا بعد مستمرين وياكم، ومثل ما نشوف هاي الناس اللي كنت قاعد تحكي على خدمات بيجي. السلام عليكم، شلون صحة؟ شلون امورك؟ تعال امي تعال، مين احترق الباذنجان ومن قاعد اسود؟ الله يسلمك يحفظك حبيبي. اي انا من بيجي. شنو الشيء اللي قاعد تعانون من عنده؟ والله احنا سالفتنا حيل تعبانه، يعني لا شفنا خدمات زينه. يجيك ابو التبليط يشتغل له 100 متر وشال معداته وراح هاك هاي الشوارع طيانه مايات ما حد لا يشتغل، وها جينا واشتغلنا دق رصيف سوى حولي ما ادري شنو، نفس الشيء يجي يشتغل له متر مترين وينهزم. زين. لانها والله فلوس ما حد ينطينا ومن هاي السوالف. صار ايش قد هالوضعيه؟ صار لهاي 5 سنين احنا. مع العلم انه الشارع العام والشوارع مال بيج الداخليه من 2014 يعني حاصل الامر مال تبليط مالتها، بس ما حد نفذه. يعني هو مكتمل الامر مالتها، الامر الاداري صادر كامل، بس ما حد لا ينفذ ولا حد يشتغل. يجيك بس هسه اللي دي يرشحون المرشحين تاخبوني وانا راح اسوي لكم وانا راح اعمل لكم وكل شيء ما راح يصير. كل شيء ما راح يصير ولا راح يصير همين. لا هالسنه ولا سنه تجي. خلي. والمرشحين شو يقولوا لكم؟ والله بس شحن اوبر حقن يحقننا اي راح نشتغل لك واهيه. يجي يشتغل له ساعه زمان وينهزم. حبيبي الورد. شلونك؟ وين رايح؟ بس على كيفك على كيفك. يعني طبعا احنا اللي شو ايش بيك تفز؟ بتفز عليك ايش بيك تفز؟ يعني طبعا مشاهدينا الكرام احنا بعدنا مستمرين وياكم، لكن اكو بعض يخافون. شنو الخوف اللي عندهم وديرتهم متاذايه وقضاءهم متاذي؟ ما اعرف. فاصل وبعدها نعود. مشاهدينا الكرام رجعنا لكم بعد هذا الفاصل. مثلا نشوف احنا دخلنا بالاحياء ونشوف انه الشباب شنو اللي قاعد يحشوه على قضاء بيجي ومشاكلها وخدماتها وامور كثيره اليوم قاعد يعانون معها. شلونك حبيبي؟ حياك الله. شو اخبارك؟ والله الحمد لله. من البيجي. شنو الشيء قاعد تعانون عنده هنا بيجي؟ ليش لحد هسه ماكو اعمار؟ ليش ماكو خدمات؟ ليش قاعد تشكون من المي والمجاري والى اخره؟ والله احنا نعاني صلاح الدين من الفساد، فساد اداري والمالي. المسؤولين ماكو خدمات صفر. زين. اي والله. صار ايش قد هذا الموضوع؟ والله صار لها تقريبا من 2014 من الاحداث مال داعش ولحد الان تعاني البيجي. من احداث داعش لحد هاي اللحظه؟ اي ما مبلطين غير هذا الشارع وذاك الشارع ونص الاحياء كلها خراب. بس هذا الشارع مبلطين؟ اي وذاك الشارع والشارع الرئيسي اللي هناك وهذا بس. ليش؟ ليش؟ ليش مبلطين بس هذه الشوارع؟ ما فساد المسؤولين ما كل من راكب للسيارة وبربي تلقاه ما ماكل هم المواطن اللي بالبيجي. اي. انتم هنا وكلاء مول او شنو؟ لا محلات تجارية. شلون هنا البيع على الشراء؟ والله الحمد لله. غالي لو زين، دولار هم اثر عليكم؟ دولار عالي. دولار مثري. ايه دولار يعني تاثيره سلبي على السوق. تاثيره سلبي. سلبي والله. المواطن الفقير ما يقدر لا يشتري لا هذا. خير. شلونك حبيبي؟ اهلا وسهلا اخوي. حياك الله. من البيجي. وين بيا حي بيا مكان؟ انا تقريبا سكن الحجاج يعني، بس هنا بيت عمتي هنا يعني. زين الحجاج الناس تقول لك زينه، اكو شيء؟ والله الحجاج ما اقول لك يعني زينه بنسبه 100%. لا ماكو. اكو عندنا يعني عندنا الحمد لله نقول احسن من بيجي احنا، بس ما نقارن نفسنا ببيجي من حيث الخدمات ومن حيث التبليط. لا احنا كحجاج لا احسن بها التبليط، بها شوارع نعم مبلطه يعني، بس مو كلها مقارنه ببيجي. عندك بيجي هذا الشارع العام ايش قد صار له يعني؟ ايش قد صار لهذا الشارع العام من يعني؟ ماكو هو مسافة يعني مو هو يعني 4 أيام 5 أيام يقدر يبلطه يعني. إذا يشد نفسه حال المسؤول يقدر يبلطه. بس إحنا شنو هسه بالوقت الحالي؟ تدري فترة انتخابات. وقت الانتخابات يظهرون والله إحنا راح نعين وراح نبلط وراح نمطي وراح كذا، فقط وقت الانتخابات. والشعب تدري ياهو اللي يجي يلعب براسه. يعني ياهو اللي يجي قبل لعب براسه والله إيه أسوي لك. ماكو إنجاز يعني. مثلا يوقف المواطن اليوم يقول انا اليوم قاطع الانتخابات. احنا اهل بيجي قاطعنا الانتخابات مقاطعه رسميه. يابا ليش؟
كملوا لنا الشارع العام، سووا لنا الخدمات، عدنا الخريجين وظفوهم، وذاك اليوم انتخبكم على عيوننا وعلى راسنا. بس الشعب لا، يقول لك انا والله وقت الانتخابات اروح ابيع صوتي، مو انت بعت صوتك انت المستفادة شنو هو؟ يبيع صوته ب 100,000 لو 25,000؟ بعت صوتك ب 100,000، زين هاي ال 100,000 يوم انه يخلص وراها؟ وراها والله ها المسؤولين سووا بينا هيك سووا بي. انت اللي صعدت المسؤول، انت اللي صعدت المسؤول، وانت اللي لو رايد ما تنتخب انت المسؤول مباشرة ما راح يصعد. زين. فاحنا هنا يعني ما اعرف البيجي هذا خرابها منين، ما حد يعرف يعني والله، حتى سياراتنا ما نقدر نطب هنا، يعني ما نقدر نطب هذا الشارع، يعني يجون من غير محافظات يقولون انت وين عايشين، وين عايشين انت؟ تقول له والله يا اخي شو يعني بعض يقول لك الشارع لا زين، الشارع اشتغلوه الرئيسي، الشارع السايد ذاك يشتغلوه صحيح، هذاك السايد المناكه زين، المناه ليش ما يبلطونه؟ شنو اللي ينتظرون المنتظرين شنو؟ يعني هسه انا لو مكان المرشحين، واحد من المرشحين تعال اتبنى بيجي، اول سنه ترشح تعال اتبنى بيجي والله يفوز، والله العظيم اذا يتبنى بيجي واحد من المرشحين، وانا اقولها بنفسي اللي يتبنى بيجي ويقول انا اعمر بيجي من جديد والله كلها تنتخبه، لان الشعب يريد خدمات. انت ايش تريد؟ هسه بس دقيقه، هسه المرشحين هسه صاروا زين، قبل المرشحين المسؤولين بالله ذولا القائم مقام، قول 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 ما سووا كل شيء، قول ما سووا كل شيء، جت وجوه جدد زين، احنا شو نريد؟ احنا نريد وجوه جدد. تعال يا ابا اقعد انت يا شيوخ بيجي وعشائر بيجي، اقعد ويا المرشح قول له يا ابا انا علي مثلا كذا صوت، والشيخ الفلاني علي، بس احنا نريد البيجي تسوي لنا اياها زين. انت المرشح من راح يقول والله انا راح اسوي بيجي واكملها العالم راح تنتخبني، انت كمواطن شو تريد؟ شو تريد انت من المسؤول؟ تريد خدمات، تريد مي كهرباء، تريد تعيين لك صح لو غلط؟ احنا عندنا خريجين بقد التمن زين، ليش انت انا ابن عمتي خريج يداوم محاضر مجاني 250,000 وشهر ينطو شهر ما ينطو، هو يعني شنو 12 13 سنه يدرس مو حرامات يعني؟ زين هذا انت كاذا عندك ذمه وضمير انت تطلع تنتخب المسؤول؟ ما تطلع تنتخب احد، لان ما قدم لك كل شيء، يجيك كل 5 سنوات يظهرون والله جينا عندنا تعيينات وعندنا مدري شنو، احد المرشحين يقول والله انا عندي عقود بالمصفى اجور يوميه، زين يابا انت من قبل لا رشحت وين كنت؟ ليش ما اجيت وقلت هاي الشباب العاطله اسالهم؟ ليش الا رشحت؟ لا معين احد خلاص، يقول لك يابا والله انا هيك وتدللون وصار، بس مجرد زين. جاكم بعض المرشحين يقول لك يعني اشترون اصواتكم؟ لا ما حد اجانا، لا احنا ما حد، هم يجون مو ما يجون، انا اقول لك يجون مو يجون، بس ما ينطونها بطريقه مباشره، يقولون نريد نشتري الاصوات غير مباشره، يعني يقول لك مثلا احنا تدللون وش تريدون احنا حاضرين ومن هالسوالف، بس شنو ماكو فعل، بس كلام مع الاسف الشديد. اي مع الاسف، فهذا الشغله اللي نعاني منها ده، والحمد لله والشكر. شلونك حبيبي؟ شو اخبارك؟ انت من وين؟ بيجي. وين من بيجي؟ من داخل بيجي. تعال يا عمي تعال حتى نسولفك، تعال من داخل بيجي؟ نعم من داخل بيجي. زين، شنو المشاكل اللي نشوف احنا مشكلتكم هي فقط الخدمات فعلا. المجاري فعلا. المي، زين شنو يقول لك المي كل 4 ايام يجيكم ساعة؟ لا المي متقطع يجي، بس عندنا الكهرباء صار لها تقريبا 3 ايام 4 ايام تعبان، تجي ساعة وتطفي بس. ساعة واحدة؟ لسه احنا بسوق بيجي، لسه مو سوق بيجي هذا؟ ايه؟ ماكو، من الصبح ماكو، خلاص ماكو. كهرباء ماكو، تعبانة بصورة رسمية يعني. زين. نعم. والمولدات؟ المولدات الرجال يشغل يعني، هو بده فلوس مثل ما يقول. بيش الامبير هنا؟ 10 امبير. زين، اكو بعض يقول لك ب 15. لا ماكو. اما موضوع العداد؟ ماكو عدادات، لا بس احنا هنا يعني يظل شغله مثلا نقول للمغرب، هم مره غاز، هم مره عامل، هم مره تصليحات. بس احنا يعني بيجي يعني مصفى بيها، هي قضاء صغير يعني ما يقدر يشتغلوها، هذا شارع عام هذا كلها 5 كيلوات طولها الشارع. يعني باسبوع يقدر يخلصونه، زين انت ليش بلط ذاك السايد وحتى هذا السايد؟ يعني بيجي خدماته حلت. والافرع؟ الافرع لا اشتغلوها الافرع. كل الافرع اشتغلوها؟ اي سوق بيجي اشتغلوا الافرع نعم. التاميم اشتغلوا بها الافرع. اي. زين انت بدل ما تسوي الافرع الداخلية، تعال سوي بيجي، ترى هو كله شنو شارع واحد هذا. شارع بيجي يعني شارع واحد، هو هذا وجه البيجي. ما اشتغلوا، شنو اشتغلوا به؟ يجيك اول شو اسمه اول مجاري اسبوع يظل يشتغل بالمجاري ويعرفونه ويروحون. تعبان خدمات كلش تعبان هنا. صار ايش قد هالموضوع هذا؟ والله صار له يعني نقول مثلا لا تقريبا 3 سنين صار للشارع. 3 سنين صار للشارع؟ ايه. الله اكبر. يعني خدمات تعبانه كلش تعبانه. صفر تعبانه. صفر.
شلونك حبيبي؟ هلا عمي، شو اخبارك؟ والله الحمد لله. انت من وين؟ من الصين يعني. شلون هناك الصينيه؟ والله الصين يا عمي يعني قاعد هنا على باب الله اشتغل عربانه. انت هناك خدماتها شلونها؟ والله خدمات مثل شنو يعني؟ عم كهرباء قاد. لا تحكي لي الكهرباء، الكهرباء بشكل عام العراق كله مجاري التبليط، الخدمات مالتكم، الوضعيه والله مالتكم. والله زين زين قاعد يرتبون بها الصينيه يعني. هسه بدوا يرتبون بها؟ اي زين. خلاص قدر يرتبون بها؟ والله تعرف انت هالوقت. مال هالوقت. اي من شو اسمه؟ من قامت الانتخابات قربت قاموا يشتغلون بها. قاموا يشتغلون. ايه. وقبلها؟ قبلها لا تعرف انت يعني بعد الوضع يعني. متزوج؟ لا انا عزم. 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 اشتغل هنا انا. اشتغل عربانه يعني بسنه ال 17 تعرف انت تان عبر و راكب تكرم على زماله ورابط لي كلبين يعني ايه؟ ما ادري شلون قاعد امشي قدام القنم ويدوس الكلب يدوس القنبله وهي تطق. اي وقع فوقايا وصار بيك؟ تدمرت هالثاني حتى سمعي ترى سمعك مو زين. اي مو زين والله يا عمي. الله يحفظك. رحت اسوي راتب قلم تروح على لازم تسوي فحص طبي مال رعايه؟ اي الله يحفظك حبيبي. الله يسلمك. شلونك اخوي؟ هلا اخوي. شلون صحتك؟ شلون الله يسلمك. الله يسلمك. من بيجي؟ نعم بيجي. بس بيجي لو لا لا بيجي موجود ان شاء الله. احكي لي على بيجي. والله من ناحيه الخدمات غير كل شيء. من ناحيه الخدمه خدمات ماكو، شوارع مفلشه وطيانه. هاي جزء من جيت وشفتوا الوضعيه تعبانه. فردنا ماكو وضعيه تعبانه مال التبليط مال المجاري مال مدري ايش. هاي بس تنطر الدنيا كلها تفيض. هالمجاري سووا تبليط مدري ايش. أيه؟ ما حفروا المجاري، ظلت كبسوا عليها وهاي هي بلطه فوقها. كل شيء ماكو. انه بالسوق المخضر روح شوفه من تطور الدنيا يصير فياض. غير شيء غير مكان حي العصري بس شدوا رصيف. زين السوق المخضر هو ماكو تعاون لا بين المواطن لا ما بين البلديه. لا لا البلديه خلاص ماكو تعاون بيناتهم. عندك ثاني شيء هسه الشارع الرئيسي هذا ربط محافظات. ربط محافظات بس ذاك السايد بلطوه. بس بذاك السايد وصار لهم ايش قد يبلطون به. صار لهم 5 اشهر وهي صار لهم من 2017 وما مبلشين بالموضوع هذا. زين. ولحد الان ها كله شارع طسات وحوادث كثيره. حوادث 24 يوم هي حوادث. يعني الحكي اللي من قالوا انه قضاء بيجي منكوبه يعني ولحد الان منكوبه. عبد الياس انا منكوبه ولحد الان منكوبه. زين ما حد اجى باوع المحافظ مالتكم بيجي يشوف الوضعيه؟ يجون يجون يشوف الوضعيه مالتكم. قيم مقام عجل هو منين منين؟ خصصوا المقالب. المبارك ما وصلت ما تصل لي. خصصوا مبالغ. خصصوا مبالغ. ليش يقولون يقولون المقاول يقول ماكو فلوس؟ والله هاي حادي بينهم وبين المقاول. يقول لك هسه حمل يستلمون فلوس. يجي مقاول اشتغل هذه عاف ذيك الصفحه. يقول لك فلوس انا هم ما جاي استلم المقاول. كذلك همي انا. يعني كله يعني ما مشتغلش. هاي الوضعيه مالتك. اي والله الوضعيه تعبانه والله. شكرا لك. الله يسلمك يا رسول. ها شبيك خيرك؟ والله التابات و عارف انت خاف من القهر مال بيجي؟ مو بس القهر مال بيجي والله كل ما جاوا سووا شارع جت مطر ورا 3 سنين يجون النوب تنداس الى ما تمطر يعني هسه شمس من اكو شمس ما يجون يشتغلون. ايه؟ بس وقت المطر جت مطر داست القاع جابوا هاي مال الاله ما ادري يسمونها. ايه مشوا مشوا بيها داست الارض كلها ورا الى ما جتك الشمس شويه اشتغلوا بيها رجعوا نفس التبليط مال هذا يعني مو تبليط الشارع مال الرصيف. مطر ورا سنتين منو يرجعوا لك مطر داست المطر الحفر داست جوا القاع وهم يعني طلعت لك طلعت الشمس شويه جو هم يعني عدلوا ماتر الرصيف ومشوا. هاي هاي شنو الحوادث اللي قاعد تصير على الشارع؟ ماكو لا مرور كلها يعني نفس كركوك نفس الموصل. حتى عمي البارحة ندعم لا استدارة لا مرور لا شيء. مرور جت للساعات ساعتين طلع لك غرامة 120,000 وكلها لهم حرام ونام بالبيت. الله أكبر. والأكبر هسه روح روح على الشارع لقيت لك مرور أنا شديد خسارة لك. ماكو. زين أنتوا كشباب اليوم أنتوا مشاكلكم شنو من شنو تعانون؟ ان الان والله من شارع تبليط على قولت الولد سياره مدمره الدمار يعني نجيب سياره جديده بالكورتون مسلفنه. تشتغل انت؟ انا اشتغل هنا بمحل مطحين السوق مطحين يومي 10,000 دينار. زين. وعندي سياره يعني سياره جبنا نجيبها شيء جديد. انا غير ادور للشارع شيء نظيف اروح امشي من بازي خانه. اشتغلت سياره جديده؟ اشتغلت سياره جديده. واذا مشيت على هالشارع الشارع تكسر. انا جيت مشي مريض وجيت مشي مقاعد السياره بالبيت ما اقدر اجيب. اولا سدح عسيان هذا المطاعم. زي هاي انت مريض وشادي لك كانونه وجيت تشتغل؟ اشتغل. ايش اسوي؟ من هو اقعد بالبيت؟ تنطيني شيء؟ تنطيني شيء اقعد بالبيت؟
ما تعطيني كل شيء. المفروض الحكومه توفر لكم انتم الشباب. وعندي 8 عوالب براسي. 8 عوالب؟ 8 عوالب براسي. ليش 8 عوالب؟ 8 نفرات. 8 نفرات؟ اي 8 نفرات براسي. اخوتك؟ بنوات ما حتى اخو ماكو. بنات كلهم؟ بس بناتي. وابوك شو يشتغل؟ ابوي يشتغل قاعد بالبيت، ابوي مجلود قاعد بالبيت. زلمه كبير بالعمر. وانت المعين؟ وين المعين مالهم يعني بس. لا راتب لا رعاية ولا كل شيء ماكو منهم. قاعدين ايجار لملوك؟ قاعدين ملوك وبيت مفلش. وبيت مفلش يعني ذاك اليوم جو شو اسمه المنظمه يقول لك انت خبن انت مو ناصح انت قاعد بهذا البيت حتى تسجيل ما سجلوا يعني تخيت الا رحت عليهم ركضت وراهم قلت لهم بس تعالوا شوفوا فرش البطانيات جواك وغرفتي كل شيء ما بيهن بس تعالوا شوفوهن وشوفوا جوا الدرج مسوي جوا الدرج مسوي مطبخ قلت تعال شوف اذا ما قاعد عن البيت انا لا سجلني وما رجع اركض وراهم يقول لك انت عمي انت مو ناصح تاكل عقلك ارجع على البيت هذا مفلش وروح يقع فوق قاية اقول له عمي والله انا قاعد بي والله قاعد بي يقول لي لا والله انت تكذب مو قاعد بي زين ما طبوا جوا ما طبوا اقول لك اركضت وراهم ما يقبلوا يطبون جوا ليش ما يقبلون يطبون جوا ما يقبل يقول لك يخافون الدنقه مو واقعه نص من عندها يقول لك ما اقدر اطب جوا اخاف تروح تقع علي البيت وغرفتين الله يكون معكم حبيبي الله يكون معكم الله يكون معكم شلونك؟ الحمد لله ايش تشتغل انت حبيبي؟ ابيع مي تبيع مي؟ وتدوم مدرسة ولا؟ الحمد لله بيا صف انت؟ خامس؟ انت كم اخ؟ احنا 5 اخوان وبنات 2 بس انت الكبير مالتهم؟ لا عندي اخوي اكبر مني بسنة ايش يشتغل؟ هم بالمي هم يبيع مي؟ وابوك وين؟ ابويا عنده فقلات ما بيطلع شغل يعني انتم اليوم ابهاتكم يعني الله يحفظكم كلكم تعانون كل واحد يقول لي ابوه مريض ابويا يعاني من السمنه سمين ابوك وما يقدر يطلع يشتغل ما في ما عنده راتب لا ما عنده راتب وانت واخوك تجيبون للبيت الحمد لله وشو وقت تروح المدرسه اليوم جمعه وسبت ما للاحد ماكو للاحد حتى الاحد ما عندكم دوام هنا لا الاحد عندنا دوام اي دوام اطلع الصبح ارجع بالوحده اي دوامنا بالثنتين خوش ها ومن اكمل بالاربعة ونص اطلع الشغل وبس ترجع البيت ارجع من اذن العشاء ترجع البيت ايش بيش تبيع انت ايش قد ترجع تشال وياك فلوس بترجع للبيت 5 6 7 مرات وتكفيكم هاي الحمد لله 7000 دينار يرجع كم نفرتوا احنا 9 نفرات 7000 دينار هو واخوه يبيعون مي يعني 7 × 7 = 14000 9 نفرات ب14000 اذا بده يرجع كروه اذا يشرب له من اكل لفه من هنا زين يعني والباقين شو يسوون؟ زين شنو ذنبهم هذول الاطفال؟ شنو ذنبهم؟ ما هو طالب مدرسه هو وهو طالب مدرسه زين راح تكمل دراستك لو تعوفها الحمد لله كمل تكمل؟ شو تحب تصير اذا كملت؟ شنو امنيتك تصير؟ والله اخدم هالبلد تخدم هالبلد؟ اكيد تخدم هالبلد لو حالك حال الموجودين لا اكيد ها والله هم كلهم قالوا ايه حنخدم البلد وباقول البلد اي والله مو؟ باقول مو باقول؟ والله باقول زين شلونها بيجي؟ شلونها خدمات بيجي؟ والله خدمات شنو؟ هاي عندك الشوارع ايه ذاك اليوم يلا كملوه ايه صار له 3 سنين يلا صبه وصبه صبه عاديه صبه صبه منا الى المحل ذنيك صبت 3 سنين شارع مقطوع بالرانسايد 4 حوادث ذاك اليوم من ضمنهم تشارجر ايه 5 نفرات كلها راحت بيها شو تقول للمسؤولين؟ مسؤولين ما نريد منكم شو تقولهم؟ شو تقولهم؟ ما نريد منكم شيء خدمات بس تبليط بيوت تبليط زين ايه هسه هذا راح تجي مطار راح يدوس نشتكي وهاي ما حد يجي يعوفونه الا العالم تصير حوادث وهاي لا مرور لا ابو استخبارات ايه ابو استخبارات شو يسوي؟ يبلط لك الشارع؟ مو يبلط ابو المرور يبلط لك شارع؟ ابو البلديه غير المفروض؟ ابو البلديه زين المحافظ المفروض المحافظ قائم مقام مفروض الحكومه مالتك المفروض هاي الحكومه كل ما نروح عليها ها تروح على الحكومه؟ اي كل ما عالم تشتكي وما ادري شنو نروح نسوي ما ادري شنو كلها كذب عندك هاي منطقة حي التميم ايه؟ الطب عليها ها يعني حتى حرامات سيارات تمشي بيها جديدة الله يحفظك حبيبي الله يحفظك الله يحفظك مشاهدينا الكرام انتهت حلقتنا اليوم وياكم برنامجنا برنامج اصداء الشارع بقضاء بيجي طبعا
شفتوا الناس اكثريتها يقول لك عم احنا مره شيء اريد هاي الخدمات اللي هو التبليط والمجاري والمي، ثلاث شغلات هذا اللي رادوه. زين هذا اللي رادوه، بيوتهم مهدوده ومفلشه، ما حكى على بيته حكى على الخدمات. والله يوم الله كلكم تحاسبون، اذا كان المحافظ واذا كان القائم مقام زين اللي هم النواب ولا حتى المرشحين، انت مرشح رشح تيجي تطب هنا شو تريدون احنا نسوي لكم ورا ما نفوز؟ الله لي يفوزكم ان شاء الله، وحسبي الله ونعم الوكيل عليكم دنيا واخره. زين هذول كلهم الشباب وكلهم بقضاء بيجي، والله ما راضين عليكم، والله ما راضين عليكم، ولا تشترون الاصوات بالاعمار الصغيره وروحوا على الكبار لان يعرفوكم انتم حراميه. شكرا لمن تابعنا، شكرا للمصور علي الحسني، واكيد انكم بالتقديم خطاب القصاب، وشكرا اللي تعبناك سيف المهند اخونا وصديقنا وزميلنا اللي رافقنا بقضاء بيجي، واقول لكم في امان الله.